فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية برج بوعراريج عالجت قضيتين نوعيتين تتعلق بالاتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. العمليتين أسفرت على توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة، حز 14 صفيحة من الكيف المعالج قدر وزنها بكيلو 445 غرام و30 كبسولة من الحبوب المهلوسة، مبالغ مالية تفوق 170 مليون سنتيم، هواتف نقالة، مركبتين، دراجة نارية تستعمل في النشاط الإجرامي.